يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش، يقول إن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على الصراط المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك، ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه ها هنا، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل أي مقطع بالكلاليب، مكردس في النار كما أثر في كما أثر فيهم تلك أو كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.